كاميرون إلا واحد من الاثنين اللي موجودين عندنا، يا مصر يا المغرب، هم القادرين بحول الله على إيقاع في الكاميرون في الدور نصف النهائي وبعد ذلك الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج بلقب هذه البطولة. ليضاف يبحث المرور، يتوغل، يتقدم، الإشارة إلى وجود ركلة ركنية والمطالبة بوجود ركلة جزاء، مبكر جزاء، ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء تأتي في الدقائق الأولى مباشرة بعد انطلاقة أحداث شوط المباراة الأول، ليواصل حكيمي حضوره الكبير وتألق من خلال منافسات هذه البطولة. ويسقط ركلة الجزاء، سفيان، سفيان، أوهو، بوفال هو من بدأ البطولة بهدف في مرمى المنتخب الغاني، يسجل الآن من علامة الجزاء في مرمى الفراعنة ويتقدم لأسود الأطلس صاحب الفعل هنا في هذه البطولة. في الفرنسي أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، سايس يلعب مع وولفرهامبتون، وأيضا في نفس الدوري هنالك ماسينا مع نادي واتفورد، سفيان مرابط مع فيورنتينا، أيمن برقوق، يمية ملعوبة من أحمد الآن، محاولة الوصول إلى من؟ إلى محمد صلاح، لكن تغطية بتوقيت مميز جدا جاءت عن طريق آدم ماسينا، وبعد ذلك يعيد الكرة والمحاولة إلى نايف فاجيرت. هذه الكرة 86، ونجح المنتخب المصري في الدور نصف النهائي من أن يفوز على منتخب المغرب ويذهب بعد ذلك لأن يتوج باللقب، والتقوا للمرة الرابعة في عام 98 في دوري المجموعات. ونتذكر جيدا هدف اللاعب مصطفى حجي الذي قاد المغرب للانتصار، لكن بعد ذلك مصر ذهبت وحققت اللقب. كرة بمحاولة ملعوبة، تسديدة صدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية للمنتخب المصري. حاول تعود لنا تسديد، ياسين بونو في المكان المناسب يتصدى لمحاولة خطيرة جدا، لذلك عن طريق محمد صلاح، ملعوبة في الجهة اليسرى، لكن أيضا طالت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ويبدو بأن هنالك قرار، نعم يبدو بأن هنالك قرار، صافرة موجودة وخطأ يأتي لمصلحة القائد محمد صلاح. مصري هدف التعديل، كرة بمحاولة، محاولة ملعوبة، لا 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 لا، مصطفى محمد يسدد بالقدم اليمنى إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة، يلعب الكرة، وصلت إلى محمد صلاح، يبحث عن أمام الجميع، لا زالت مستمرة، وتسديدة ملعوبة، ياسين يواصل الطيران والتحليق ويواصل الذود عن المرمى، ربما يعتبر الأفضل خلال منافسات هذه البطولة مع الشوق اللي لعبه بشكل مميز جدا أمام منتخب كوت ديفوار. مصر تحاول تصل، تقترب إلى حارس المرمى ياسين بونو مع وجود لاعب بأقدام أشرف حكيمي، محاولة تقدم لها، سقوط، صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة، لم يسجل من خلالها حكيمي، يلعب الكرة خطيرة، مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، هي كرة أشرف حكيمي بجوار أبو جبا، معنى الاسم سهل يعني، فسماه جباسك، سمت من جديد إلى محمد صلاح، لا زالت مستمرة، مرموش أرضية داخل منطقة الجزاء، وأجير يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية، وصل أرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن أيضا في واحد من أبرز الأسماء على مستوى حراسة المرمى في الوقت الراهن، ليس فقط على مستوى كرة القدم العربية ولكن أيضا على مستوى كرة القدم العالمية، رجل الذي لعب لسرق سبورتس متبقية قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول، والأمور لا زالت مستمرة منذ الدقيقة الخامسة بهدف جاء من علامة الجزاء سجل بأقدام اللاعب سفيان بوفال. هذه تمريرة محمد صلاح إلى مرموش، أبعدت، خل من أمام عمر كمال، لا زالت مستمرة لمصاعة ما بين أقدام صلاح، يدخل إلى منطقة الجزاء، كرة ملعوبة، لا 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 لا
اليمنى يسدد وكرة تمرت إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة والمحاولة خطيرة جدا خطيرة جدا. قتيل جزاء يلعب الكرة بالكعب لازالت مستمرة وقائمة. ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء. لا 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 لا. عودة الفراعنة ومن الباب الكبير يطرقون أبواب بونو ويفتحون الباب ويسجلون التعديل بأقدام صلاح يضبط الثامنة بتوقيت عاصمة الدنيا من أجل الثامنة. يصل إلى المرمى يسجل التعديل ويعود المنتخب المغربي للسيطرة والاستحواذ على مجريات هذه المواجهة بغية الوصول إلى المرمى من جديد، لكن الأمور تشير إلى نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لهدف ما بين المدي وإبعاد في التوقيت المناسب. تعود المحاولة مرة أخرى 20 في القاهرة، ومن ثم بعد ذلك سيسافر بعد 5 أيام يوم 29 ليواجه السنغال على أرضية ميدانها. الآن كرة في منتصف ملعب المباراة، لكن أطر مصر. هو النني في التوقيت المناسب. عالم وحيد علي لوزيت، كرة بمحاولة مرور وتقدم لكن أيضا أبعدت من أمام محمد صلاح. لا زالت مستمرة عرضية الآن داخل منطقة الجزاء، مرة تحولت إلى خارج أرضية الميدان. محاولة ملعوبة خطيرة جدا، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد، تغطية دفاعية وإبعاد مع وجود عبد المنعم في أرضية الملعب، مع وجود محمد عبد. والمحاولة مستمرة عرضية رأسية. جاباسكي في التوقيت المناسب يقف في اللقطة الماضية ويبعد الخطر من أمام المرمى ويمنع المغرب من تسجيل هدف التقدم. 1-0 كان في وصول أكثر باتجاه المرمى وحارس المرمى ياسين بونو. كرة فيها تدخل، صافرة موجودة وخطأ يأتي على يبدو مصطفى محمد، خطأ على مصطفى محمد. ودائما كما ذكرت يبدو بأن غير قادر على تك مش حخرج. أبو جبل في مدرجات ملعب أحمد وأهيجو عن طريق اللاعب أحمد فتوح. رمي التماس عليك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين المهاجرين والذين تستفيد منهم دول مثل هولندا، بلجيكا، إسبانيا وغيرها من هذه الدول. الزلزولي إذا كان يتابع مباراة اليوم أيضا من أجل أن يكسب أكبر ثقة ممكنة. معليش ومنتخب يتأهل. صلاح عرضية وتريزيجيه يسجل، يضع الكرة في المرمى ليتقدم المنتخب المصري. الآن مصر تقلب الطاولة على المغرب وتسجل الثاني عن طريق تريزيجيه.